احنا هنروح على الحصة العلوم. اوكي. رانيا اعترفت ان هي ما كانتش بتحب المواد العلمية خالص. فيعني فرصة ليك. لا لا العلمية ده انا لعبتي. وانا كمان. خليكوا شاهدين. خليكوا شاهدين. انا ما بتفائلش بقى بحكاية خليكوا شاهدين دي. خليكوا شاهدين. كل ما بتقول خليكوا شاهدين. خليكوا شاهدين بتكسبني. انا عايزك تفضلي على موقفي. انا موقفي انا ثابتة. لن اتذكر. وانت ارجوك اوعى تقف على موقفك. يا راجل انا بتاع الاصفار. انا سفرجي. يا رانيا شويه مين هيساعدك في العلوم بما انك اعترفتي من البدايه ان انت مش جامده في العلوم؟ مين يا بنات؟ رنا. ماشي رنا. رنا رنا برضه محمد حمدي هو الوحيد كان بيذاكر في الشله بصراحه. حلو قوي. طب يلا بينا على حصه العلوم. يلا يلا. وصلنا لحصة العلوم واللي اعترفت رانيا يوسف بعظمة لسانها ان هي ضعيفة فيها. وماجد كده كده من البداية قال ان هو ضعيف. عادي الحمد لله. بس فقرة العلوم فقرة العلوم حلوة ما فيش كلام. انا 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 طول عمري بحب العلوم والله. انت فجأة حبيت العلوم. انت فجأة حبيت العلوم. ازيكم يا هبة وازيك يا ربا؟ الحمد لله. عاملين ايه كويسين؟ الحمد لله. هبه وربا اختين توأم ولكن دايما مختلفين في الراي. ركز يا ماجد. الله بسم الله ما شاء الله. ركز يا ماجد. مركز جدا. احلى ما كان تركيز. اتفضل يا سعد. كل واحده فيهم هتقول نظريه. في نظريه صح وفي نظريه غلط. كل واحد فيكم يختار النظريه. الحق ماشيين ماشيين. ايوه ما هم هيمشوا ويرجعوا تاني ما تخافش. راجعين يعني. هيمشوا ويرجعوا تاني ما تخافش. كمل كمل اتفضل. كل واحد فيكم هيختار النظريه اللي هو شايف ان هي صح وبعد كده هنقول لكم اذا كانت صح ولا غلط. اوكي. بس خلي بالك زي ما بقول لك مفيش سرعه حد. ومن حقكم تتشاوروا ولكن في خلال 10 ثواني. أوكي. الاجابه لازم تكون في خلال 10 ثواني. لو اخترتي روبا اللي لابسه ازرق دوسي على الزر الازرق. أوكي. لو اخترتي هبه انت هتختار الاثنين. انا هدوس ازرق واحمر في نفسي. يلا. جاهزين تسمعوا اول نظريه من روبا؟ يلا اوعوا تجاوبوا غير لما تسمعوا النظريه الثانيه اللي بعديها. روبا احنا ستات زي بعض راينا. الكلام ده ما عندناش الكلام ده خالص. طيب. ولا ستات ولا الكلام ده. روبا مش هينفعك. اذا عبينا مي بقلب البالون حطينا فوقه شمعه البالون ما رح يصير له شيء والمي على الوقت رح تغلي. دي وجهه نظر. طب دي النظريه الاولى. نسمع هبه بتقول ايه. يلا هبه. اذا حطينا مي بالبالون وحطينا البالون فوق الشمعه البالون حيدوب والمي حيقلب علينا. احنا اخترنا الازرق. اه طيبه طيبه بنت حلال. لا خلاص انا هختار الاحمر بقى. خلاص قرار نهائي. طيب أحمر. خلينا نشوف مع بعض انهي نظريه صح وانهي نظريه غلط. يعني انت صح. انا ما تفرحش قوي كده ده كل درجه سؤال درجة. واحد درجه درجه ادوها الرانيا مش عايزها. لا لا ده نص سؤال كمان. ده نص سؤال. سؤال. اه طيب ماشي بس ما تفرحش قوي. طيب كده. خلينا نسمع دلوقتي شرح النظريه وليه البالونه ما فرقعتش. طيب. لان انا بالنسبه لي مستغرب برضه. انا ممكن اشرح لكم عشان تعرفوا ان انا فاهم للدرجه دي ولا اقول لكم اشرح لهم انت. يا رب اشرح لهم انت. اشرح لهم انت. اتفضل اشرح. خلينا تترفع. انا اشرح بركه. اشرحي يا ربا. لكن لما يكون في مي بقلب البالون ونحط فوق الشمعه المي هي رح تسحب الحراره يلي عم تجي من الشمعه وهي اللي بتخليها تحمي من انه يدوب البالون. فاذا شي نهار كنتوا بكامبينج او ما كنتوا ببريه وما عندكم شيء تسخنوا فيه مي بتستعملوا بالون بتستعملوا كيس. حيا لك كيس. على فكره من اكثر الفقرات اللي انا بستفيد فيها والله. والله وانت اكيد استفدت النهارده. رانيا انت حيلك. اه لسه ماشي. زود نقطه زود ولا لسه في الاخر؟ استنى يا بيه لما نخلص. انت بتاكل على ايه؟ استنى مش مصدق انا. كله جاي كله جاي. اتقل على الرز. جاهزين تسمعوا النظريه الثانيه؟ يلا يا فندم. يلا بينا نسمع النظريه الثانيه. الالعاب الناريه معموله لتشتعل واذا شعلناها وحطيناها بالماء حدها تشتعل مثل ما كانه تغير عليها شيء. دي نظريه هبه. نسمع دلوقتي بقى نظريه روبا. مستمر. اسمع نظريه روبا بتقول ايه. قول يا روبا. اذا حطينا العاب ناريه بقلب الماء رح نسبب بانفجار من وراء الاختلاف بالضغط. احنا اخترنا. طب يعني هتطفي ولا مش هتطفي ولا ايه؟ هنسبب انفجار. هتسبب انفجار بسبب الضغط. اتاكد. أيوة احمر تمام. معلش اتاكد معلش دي فلوس ناس. احمر خلاص قرار نهائي. أحمر. طيب خلينا نشوف مع بعض انهي نظريه صح وانهي نظريه غلط.
انتوا الاثنين جاوبتوا صح. ايوه كده. ورينا يا هبه. الالعاب الناريه بتحتوي على مواد مؤكسده مثل نيترات البوتاسيوم، والمواد المؤكسده هي مركبات بتقدر تزود من المواد الممزوجه معها باكسجين حتى بغياب الهواء، والنتيجه انه بتقدر تشتعل تحت الماء مثل شعله الانقاذ او الاضاءه يلي بيستعملوها الغطاسين. هلا حنجرب نعملها. زي اللي اللي هي اوكي. لا ما شاء الله، لا ما شاء الله، فظيعه فظيعه فظيعه. ايه ده ايه ده ايه ده، سحر ولا طول؟ تاتيانا اخبار النتيجه ايه دلوقتي؟ النتيجة بحصة العلوم علامتين لماجد وعلامة لرانيا، بس ما تنبسط كثير ماجد لأنه رانيا بعدها مفوق عليك، يعني بدك تشد حالك بعد أكثر. أيوة ما تشوفش هلا. أيوة يعني ما تفردش عضلاتك قوي يعني. طب يلا تعال تعال يلا. تعال تعال. اتفضل يا محمد، اتفضل خليك. سلام. رجعت انت، رجعت تحاول يعني. برافو. انا قلت لك ايه العبره بايه بالنهايه؟ قعدت تقول ايه، خليكوا شاهدين يا عم، دي نقطة واحدة هتزلنا على نقطة. بس خلي بالك هي لسه برضه العبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية، هي لسه متفوقة يا ماجد. ماشي يعني احنا لسه خلصنا؟ لا ما خلصنا.